انا جايبه لك حاجه المره دي بقى ايه مختلفه، ما تقوليش. بصي بصي شوفي الترتر بتاعها تحفه. مش حلو، مش عاجباكي؟ طب بصي انا شايله لك حاجه تانية على جنب عشانك انت بس، والله جايبه لك انت بس. هي راحت اهي. بصي القماشه تحفه، بصي الكناره، بصي معموله ازاي، برضه مش حلوه. لا يا اشجان، انت ذوقك بقى وحش كده ليه؟ الله، دي صاحبتك وزه ذوقها تحفه، ولسه جايبه لي شويه حاجات. انما ايه بقى، ما اقولكيش. هي وزه كانت هنا بنت، انما ايه، لهلوبه، عرفت ذوقي خلاص وبتجيب لي الحاجات اللي بتعجبني دي. حتى لسه نازله من عندي من شويه. والنبي، هي وزه بتجيلك كتير بقى على كده؟ بتجيب لي حاجات حلوه كتير معاها وبتعدي عليا. خليكي بقى شاطره كده وعدي عليا وجيبي لي حاجات حلوه. لا والله لا تشطر، واجيب لك حاجات زي الفل. بس يعني عادي، انا وزه واحد، ربنا يعطينا زيها بقى ان شاء الله. تمام كده يا توح. بص بقى ستي، انت ليك عندي شغلانه معتبره. صحيح يا عم ابو الكوامل، والله اللي يبقى لك عندي الحلاوه. ايه رايك هشغلك هاوس كيبر؟ موافقه. موافقه، بس المهم بقى انك انت تنسي اللهجه الصعيدي دي، لان عدم مؤاخذه بنتي الناس هنا نصهم مش هيفهموا اللهجه الصعيدي دي، والنص التاني هيتريق عليكي. حلها انك تتعلمي تتكلمي زينا كده عادي. حاضر. وفي طلب تاني صغير كده، عدم المؤاخذه يعني، بلاش يعني الملس اللي انت لابساه ده، البسي حاجه كده روشه، جيبه وبلوزه مثلا. حاضر. طيب يا ستي، بصي بقى يا ستي، الحكاومه فيها ان انت هتشتغلي عند ناس معارفين، اسره عربيه كده بتيجي تقعد هنا كام يوم كل سنه كده، هتشتغلي عندهم. هم بيبقوا محتاجين يعني واحده مديره منزل كده. خدامه يا اختي؟ لا بنت، هتشتغل مديره فندق ولا مضيفه الطيران؟ اه يا اختي، بس مش اي خدامه بقى، عند الحبايب. هيبقى عندك اوضه بنت اكبر من بيتكم اللي انت قاعده فيه ده، هيبقى عندك حمام لوحدك، قسما بجلال الله هتستخسري تعملي فيه حاجه من نظافته. موافقه. تاني تاني هترطني لي صعيدي؟ بصي بقى، الحكايه وما فيها ان الشغلانه اللي انت هتبقي فيها دي شغلانه طياري كده، لغايه ما اجيب لك بقى شغلانه دايمه. وبعدين ما دام اللي وجه الله، بس عايزك تحط في اعتبارك الفلوس اللي هتاخديها في الشهر ده انا ليا نصها. يا لهوي، حرام عليك، تاخد مني نص الفلوس؟ اه اخد منك نص الفلوس، امال ايه؟ انت هتنكفيني من اولها ولا ايه؟ بص يا بنت الناس، اللي عايز يشتغل في البلد دي وفي المنطقه دي ما يقولش بيم. خلاص، بيم بيم. يا اختي عسل يا بنت، وكمان بتهزري ليه؟ لو انت فاكرني مقفله ولا ايه؟ طب بص بقى، ما دام مش مقفله عايزك تفتحي لي ودانك كويس قوي، وتسمعي الكلمتين اللي هقولهم لك دول وتحطيهم على قف ودنك. حاضر. العيله دي تهمني قوي، عايزك تتعاملي معاهم كل اللي يطلبوه منك اوامر، كل اللي يطلبوه مهما كان اوامر. اوعي تزعليهم، لان اللي يزعلهم يزعلني، وانت ما تعرفيش زعلي بقى بنت الناس. انا زعلي وحش. لا ربنا ما يجيب زعل، بس يعني كان لي عندك سؤال. الا وهو، هو انا هبقيت عنديهم؟ لا مش لازم يعني، بس ليه؟ عشان اختي الصغيره رشا ببات جنبيها يعني، وما بتعرفش تنام الا لما برجع البيت. طب ما تعتبريني رشا ده، نبتدي نقلب من دلوقتي. طب خلاص خلاص، اقعدي، خلص اللي في ايدي واوديكي. واشتغلتي قبل كده فين يا خوخه؟ لا دي اول مره تخدم يا هان. سيبيها هي اللي ترد يا فدوى. حاضر يا هان. يعني دي اول مره يا خوخه؟ ايوه سعادتك. طيب كويس. بصي بقى يا ستي، انا اهم حاجه عندي النظافه والامانه. انا هجربك اسبوع اسبوع بس، مفيش غيره. بس بعد كده هوت لو عجبتيني وطلعتي شاطره هديكي مرتب هايل. قلتي ايه؟ وهي تقدر تقول حاجه يا هانم. وبعدين يعني ما تقلقيش من موضوع النظافه ولا الامانه، انا اضمنها لك. اه يا بت، ما انا قلت لك سيبيها هي اللي ترد. حاضر انا اسفه. قلتي ايه يا خوخه؟ اللي تشوفيه مدام. طيب اتفقنا، يبقى انت كل يوم هتجيلي الصبح بدري وتمشي على اخر النهار، اوكي؟ حاضر. قولي لي بقى، بتعرفي تعملي سويت وشاطره زي فدوى ولا خايبه؟ ايه السويت ده؟ يا بنت الحلاوه الحلاوه. في ده انا احسن واحده في البلد عندنا بنعملها،
مفيش عروسه بتعدي من تحت ايدي، بعملها من غير ولا تسيح ولا تسكر ولا تفرط، وبعملها بالعسل الاسود كمان. ايه ده؟ هي تنفع بالعسل الاسود؟ دي احسن من السكر والليمون بكتير، دي بتشد مني وتمط كده فشلش ده البال. طب ازاي دي؟ احكي لي يا اخو. بتحطي العسل الاسود على النار لغايه ما يفور، وتاخدي شويه كده تحطيهم في الطبق لغايه ما تمسك كده زي العجينه، تبقى عرفي بقى انها استوت، واديله بقى اديله. الله يا بنت، ده انت طلعتي شاطره وقروبه واحسن من البت فدوى الخايبه دي. ماما ماما ماما، وانتوا بتقولوا ايه؟ ايه اللي جابك هنا دلوقتي؟ طب يعني ايه الحلاوه دي؟ امشي اطلع بره. طب يعني ايه؟ امشي يا ولد. الله امشي روح، تعالى انا زهقت بقى. تشتغلي يا حلوه يا اللي قومي استحمي، حلفت ما استحمى يا بيه اللي انجابولي فستان لاميه، امشي واتمخطر لك بيه واغني للي شغل لي قلبي. تشتغلي يا حلوه يا خوخه قومي استحمي، حلفت ما استحمى يا بيه اللي انجابولي فستان لاميه، امشي واتمخطر لك بيه ما غني للي شغل لي قلبي. اشتغلني يا حلوة يا اللي جوني استحمي، حتى تحمي بيه. لو حطينا ده على الشكل ده هيطلع الشكل ده، شايفه ولا لا؟ شايف. فاهم يعني؟ كنت عاوزاكي في كلمتين يا خالة. حلوة قوي خالة دي، روح كمل مذاكرتك جوه. ايه يا اختي، انت مش صغيرة روحك ولا ايه؟ نعم، عايزة ايه؟ انا كنت عاوزة اشتغل. متي اختي بتشتغلي هنا؟ لا ما اقصدش، اقصد عاوزة اشتغل بفلوس. نعم يا روح امك، قالوا لك عليا ان انا فاتحة تكية ولا ايه؟ ما تشغلي هنا بنومتك واكلك. لا انا ما اقصدش، انا اقصد عاوزة اشتغل بمرتب واقبض كويس. بالنص. هو ايه حكاية بالنص في البلد دي؟ ما هو القوالب نامت والانصاص قامت. انا جالي شغل عند ناس عرب كويسين. بتكلمي بجد يا بيت؟ دول بيدفعوا فلوس كويس قوي، انا موافقه، بس زي ما قلت لك بالنص. ماشي. وبعدين يا حبيبتي الاول شرط اخره نور، ترجعي هنا تنظفي البيت. انا خلاص ايدي نعمت وما بقتش قادره على شغل البيت، كفايه عليا شغل المستشفى وغيارات معتمد. ربنا يخليهم لك. اللي هم ايه؟ المستشفى وغيارات معتمد. الله، ده احنا شمنا نفسنا على الاخر وبقينا بنتمقلس. طب اوعي بقى، خلينا شم نفسي في البلكونه شويه. روح يا اختي، لما نشوف هنكسب من وراك قد ايه. السلام عليكم يا امي. طب يا اختي ما افتكرت ان ليكي عيل؟ بقول لك ايه بقى ياما من اولها، انا طول النهار بلف على كعب رجليا، مش ناقصه بقى منهده طول الليل. بقول لك ايه، الواد طول النهار عمال يعيط ويزن لما قرفني، بعد كده يا اختي ما تبقيش تسيبهولي. يعني ايه ياما؟ عايزاني اخدي على كتفي واقعد الف بيه في الشوارع؟ ما تستحملي لحد ما يتفطر. لا يا حبه عين امك، مش هتسيبيه، انا مش ناقصه قرف. طب ياما خلاص اللي انت عايزاه، سيبيني بقى ارتاح شويه عشان انا تعبانه وصدري قاعد عليا. اعملي بس انت لقمه عشان اكلها. مفيش اكل يا اختي في البيت. يعني ايه مفيش اكل في البيت؟ ابوكي خرج وما سابش فلوس، ما كانش فيه غير حتتين بتنجان وحته جبنه، اكلتهم انا واخواتك. يعني انا جايه تعبانه من لف طول النهار وطالع عيني، وعايزاني دلوقتي اطلع عشان اجيب لقمه اطفيها؟ امسكي. بسم الله الرحمن الرحيم. حاجه تقرف. استني يا بت. عايزه ايه؟ بقول لك ايه، عدي على علي السويفي هاتي من عنده اي خضار نطبخه بكره، وبعد كده عدي على الفرارجي عشان ينضف لك فرخه واجيب ان شاء الله. انت مش لسه قايله ابويا ما سابش فلوس؟